بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر طارق فؤاد، وبنكمل مع بعض سلسلة الأدب العالمي، والنهاردة مع مسرحية ماكبث لويليام شكسبير. وزي ما عودناكم قبل ما نخش على المسرحية أو الرواية، بندي نبذة صغيرة عن المؤلف، واللي إن شاء الله هنقدم له أعمال كتيرة في القناة. وما تنسوش الاشتراك في القناة طبعا، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وطبعا الإعجاب بالفيديو، ممكن تعملوا شير لو حبيتوا. يلا نبدأ. يعتبر ويليام شكسبير أبو المسرح العالمي الحديث، واحد من أعظم الأدباء والشعراء وكتاب المسرح الإنجليزي. اتولد في إبريل 1564 في مدينة ستراتفورد في إنجلترا، والغريب أنه مات في نفس البلد وبرضه في إبريل في سنة 1616. أبوه أساسا ما كانش من البلد دي، ولكن هو جه البلد دي بحثا عن الرزق، واشتغل في الزراعة، يعني كانت أقرب ما تكون لقرية صغيرة. دخل ويليام شكسبير المدرسة الابتدائي في القرية، ودرس فيها مبادئ اللغات اللاتينية واليونانية والفرنسية كمان. وطبعا الدراسة دي مكنته بعد كده أنه يتعمق في قراءة كتب التاريخ والأدب الكلاسيكي كله، لكن للأسف ما قدرش يواصل دراسته لأنه اضطر يساعد والده في العمل. لغاية لما وصل 18 سنة اتجوز فتاة قروية من نفس البلد، وهي اسمها آن، أنجبت له بنت سوزانا، وتوأمين هما هامنت وجودس. ويليام شكسبير كان بيحب التمثيل جدا، بالإضافة لكتابة الشعر. اتنقل للندن سنة 1584، ودخل أشهر الفرق المسرحية اللي كانت موجودة في الوقت ده، وابتدى يكتب لها مسرحيات. وأول مسرحية نشرها وكتبها كانت فينوس وأدونيس، وده كان سنة 1593. المسرحية حققت نجاح كبير جدا، خلاه يكسب فلوس كتير، بعت لأهله في ستراتفورد فلوس سددوا كل الديون، وبقى عنده فائض كمان يقدر يستمتع بمستوى أرقى في حياته. طبعا بعد النجاح الحقيقي في لندن، كان بيعود الى بلدته الريفية ستراتفورد، وهناك برضو كان بيواصل تأليف القصائد الشعرية، واصل كتابة المسرحيات الكوميدية والتاريخية والتراجيدية. ظهرت عبقريته جدا في تحليل النفس البشرية والتصرفات والمواقف الإنسانية، وقدرته المتميزة في الموازنة ما بين المواقف الضاحكة والمواقف المأساوية المحزنة في حياة البشر. أول المسرحيات اللي كتبها في فترة التسعينات في القرن السادس عشر كانت مسرحية Taming of the Shrew أو ترويض النمرة، واللي كتبها 1593، يعني استغرقت كتابتها سنة لغاية 1594. وفي نفس الفترة ديت كتب مسرحيات تاريخية بتتكلم عن بعض الملوك الإنجليز، زي مسرحية هنري السادس ومسرحية ريتشارد الثالث، وبرضه كتب مسرحيات تراجيدية زي روميو وجوليت. المسرحيات اللي كتبها شكسبير دي كانت في بداية حياته الأدبية، ومكنته من تطويع اللغة الإنجليزية للتعبير عن الدراما. وفي المرحلة الوسطى في حياة ويليام شكسبير، حياته الأدبية طبعا، كتب بعض الأعمال الكوميدية، برضه كتب أعمال تاريخية تانية، وبرضه بطلها ملوك الإنجليز زي مسرحية هنري الرابع. وأما المسرحيات الدرامية اللي فيها كوميديا على تراجيديا زي تاجر بندقية ومسرحية دقيق بلا طحن، وكتب مسرحية تاريخية كمان اللي هي يوليوس قيصر، ودي ما كانتش عن ملوك الإنجليز ولكن كان على التاريخ الروماني واليوناني القديم. مع بداية القرن 17 كتب ويليام شكسبير معظم مسرحيات التراجيديا بقى الجامدة، يعني اللي احنا بنعتبرها من أمهات المسرحيات، زي مسرحية هاملت اللي كتبها سنة 1600، من 1600 ل 1601، ومسرحية عطيل اللي كتبها من 1604 ل 1605. كان بيسترق حوالي سنة في كتابة المسرحية. ومسرحية الملك لير سنة 1605 لسنة 1606، ومسرحية ماكبث اللي هنتناولها إن شاء الله النهاردة كتبها سنة 1605 ل 1606. أما المسرحيات اللي كتبها في مرحلته الأدبية الأخيرة فتتنوع ما بين الرومانسية والكوميديا والتراجيديا، زي مسرحية حكاية شتاء أو وينترز تيل اللي كتبها سنة 1610 ل 1611، ومسرحية ذا تيمست أو العاصفة اللي كتبها سنة 1611 لغاية 1612. طبعا مهما تكلمنا على ويليام شكسبير فمش نقدر نوفيه حقه، لأن زي ما احنا قلنا هو بيعتبر أبو الأدب الإنجليزي بالكامل. نبدأ إن شاء الله
في مسرحية ماكبث. بتبدأ المسرحية مشهد لثلاث نساء غريبات بيقال عليهم الأخوات الغريبات. شكلهم غريب لأن طلع لهم لحى، وفي نفس الوقت من الواضح أن هما ثلاث ساحرات. بيجهزوا نفسهم لمقابلة القائد ماكبث اللي بيعتبر من أشجع وأهم القادة في جيش اسكتلندا والمقرب من الملك دانكن. بنسمعهم هما بيقولوا إزاي هيقدروا يخلوا الحق باطل والباطل حق، وبيستعدوا لمقابلة ماكبث في أرض بور منتظرينه فيها. وفعلا بيقابلوا ماكبث ومعاه صديقه القائد بانكو، وهم راجعين بعد ما انتصروا في أحد المعارك. وبيتفاجأ ماكبث إن الساحرة الأولى بتناديه باسمه وبتقوله أهلا يا لورد جلامس، وفعلا هو كان لورد مقاطعة جلامس. بتناديه الساحرة التانية أهلا يا لورد كودر، كودر دي مقاطعة أخرى وهي لقب أعلى، ولورد كودر بالفعل لسه عايش ما ماتش، وده الغريب. الأغرب من كده إن الساحرة التالتة بتناديه وتقوله أهلا جلالة الملك ماكبث. طبعا ماكبث بيندهش من كلامهم زي ما قلنا، لأن هو ما يستحقش لقب لورد كودر لأن لورد كودر ما زال حي، والتاني حاجة لأنه هو إزاي هيبقى ملك والملك دانكن لسه برضو حي وعنده ابنين، أكبر واحد فيهم هيتولى العرش بعد موت أبوه. وقبل ما السحرات التلاتة تختفي بانكو بيسألهم طب مفيش أي نبوءة لينا؟ قالوا له أنت هتبقى أقل شأن من ماكبث ومش تتولى العرش زيه، لكن ولادك هيبقوا ملوك على عرش اسكتلندا. النبوءات الاتنين دولت اللي هما لماكبث بيخلوه يتلخبط مندهش، وبانكو برضو، لكن بيتفاجئوا بوصول رسول خاص من قبل الملك دانكن بيبلغ ماكبث بأن الملك دانكن أنعم عليه بلقب لورد كودر. فكده بتتحقق أحد النبوءات الاتنين. معنى كده أن ماكبث ممكن تتحقق النبوءة ليه ويبقى ملك على اسكتلندا. ماكبث قال لصاحبه بانكو إيه رأيك؟ أدي نبوءة منهم اتحققت. ها تتمنى أنت كمان أن ولادك يبقوا ملوك زي ما السحرات قالت؟ بانكو قال له النبوءات دي للأسف مش نبوءات طيبة، لأن السحرات دولت رسل الظلام وممكن كلماتهم الغريبة والمريبة تخلي الإنسان يعمل أفعال سيئة وشريرة. لكن طبعا ماكبث ما التفتش كتير قوي لتحذيرات صديقه، وقلبه اتملأ بالرغبة الشديدة جدا وامتلأ عقله بالتفكير في ازاي يحقق النبوءة وازاي يبقى ملك على اسكتلندا. في المشهد التاني بنلاقي ماكبث بيبعت جواب لمراته ليدي ماكبث وبيقولها على حكاية السحرات والنبوءات بتاعتهم وزي النبوءة اللي حصلت. وليدي ماكبث امرأة شريرة بطبعها وطماعة وبتتطلع لمكانة أعلى من المكانة اللي هي فيها، يعني بتتطلع من الآخر أنها تبقى ملكة على اسكتلندا إذا جوزها هيبقى ملك. عشان كده خدت الكلام بمحمل الجد على عكس ماكبث اللي كان بيبعت لها جواب على سبيل السخرية والمزاح. الملك دانكن بيزور ماكبث في القلعة احتفالا بالنصر وبتولي ماكبث إمارة كودر اللي اللورد بتاعها كان خائن والملك أمر أنه يعدم. كان بصحبة الملك ابنه مالكوم وابنه التاني دونالد بين، وطبعا مجموعة من اللوردات ورجال البلاط. الملك أعجب كتير بالقلعة اللي عايش فيها ماكبث وجمال موقعها وانها على تل كبير وكده، وأعجب أكتر بالكرم والاحترام من الأمن ماكبث ومن ليدي ماكبث، واللي هي تظاهرت بالابتسام وبالتبجيل والاحترام والاحتفاء بالملك وحشيته بالرغم من إن هي بتكن في صدرها مكر وخداع ونيات شريرة وخطة أكثر شرا. الملك وزع المنح والهدايا على رجال الحشية وكبار الضباط، وأهدى ليدي ماكبث ماسة سمينة كمكافأة لها على حسن استقبالها وكرم ضيافتها. طبعا ليدي ماكبث في الوقت ده وفي أثناء الحفلة كانت دايما بتقول ماكبث إن هو يحاول إن هو يبقى طبيعي وإنه ما يظهرش نفسه لأنه هو عبارة عن كتاب مفتوح، يعني اللي في زي ما بيقولوا كده اللي في قلبه على وشه،
الملك كان مرهق جدا من قصر الرحلة، فطلب ان هو ينام مبكر، وطبعا كانوا مجهزين له أوضة، فطلع أوضة النوم ومعاه 2 من الحرس هيحرسوا الحجرة بتاعته. وهي فعلا كانت بدأت في تنفيذ الخطة، وحطت خنجرين تحت سرير الملك في الأوضة اللي هينام فيها، وجهزت كثير من الشراب والمخدر للاثنين الحراس اللي هيحرسوا أوضة الملك. وكانت الخطة إن مكبس بعد ما ينام الملك يطلع وياخد الخنجرين من تحت السرير ويقتله، وبعد كده يحطهم جنب الحارسين ويلطخ ملابسهم بالدم عشان يلقي التهمة عليهم. نام كل اللي في القلعة ما عدا ليدي مكبس ومكبس، وزي ما قلنا الزوجة الشريرة دي عمالة تخطط وبتحاول تكلمه وتقول له ان هو يقتل الملك، وهو كان بيرفض لان عنده جواه نوازع خير بيقولها ازاي اقتله، انا ما اقدرش اقتله لسببين. السبب الاولاني ان هو قريبي وان هو انسان طيب، والسبب التاني ان هو ضيفي ومفروض انا احميه مش اقتله. لما ليدي ماكبس لقت جوزها بيتخاذل وبيتراجع ريقت عليه وقالت له انه جبان، وحاولت ان هي بنفسها تقوم بقتل الملك، وفعلا خدت الخنجر وراحت لأوضة الملك. لكن لما جت تقتله لقت الملك وهو نايم شكل أبوها المتوفي، فما قدرتش تقتله ورجعت تاني لمكبس. وساعتها كانت بتدعو وبتقول يا ريتني كنت راجل عشان أقدر أقتله. المهم رجعت لمكبس وقعدت تشجعه إنه يقتل الملك بكلام معسول، وقالت له إن المجد منتظره بعد ما يتولى عرش اسكتلندا، وقعدت تشحن راسه بالشر وتأكد له إن الأمر سهل جدا، وإن كل اللي هيعمله إنه هيقتل الملك بضربة واحدة بالخنجرين، وسهل جدا إنك تلصق التهمة بالخادمين. وهو في الآخر تقريبا استجاب، خاصة لما شاف في الجو وقدام عينيه خنجر فيه دم مرفوع في الهواء بتسيل منه قطرات من الدماء بيشاور إلى أوضة الملك، فقال لك بس يبقى دي كده إشارة من ربنا إن أنا أعمل ده. طبعا دي ما كانتش إشارة من ربنا، دي كانت إشارة من الشيطان أو الأفكار اللي بتدور في راسه. مكبس للأسف اقترب من الملك النائم وطلع، وفعلا ضربه في قلبه ضربة واحدة وقدر ان هو يقتله بالخنجرين. بعد ما ارتكب الجريمة دي مكبس جات له رعشة وتشوشت افكاره وحس ان هو غلط وندم جدا، وسمع اصوات بتصرخ كهاتف بيجيله انت قتلت راجل بريء نائم، فعشان كده مش هتنام بعد الآن، لقد قتل مكبس النوم، يعني إن هو قتل إنسان نايم. طبعا اختلطت في ذهنه أفكار وخيالات مرعبة، ورجع لمراته ومعاه الخنجرين وهو مرعوب وخايف. مراته قعدت تعنفه وتوبخه، أنت راجع ليه كده بالشكل ده؟ تتماسك شوية، وإيه ده؟ أنت إيدك كلها دم والخناجر في إيدك، إزاي رجعت كده؟ روح رجعهم. قال لها لا أنا مش هقدر أرجع تاني الأوضة. قالت له طب هات. خدتهم راحت هي الأوضة وحطت الخنجرين جنب الخادمين النايمين، ومسحت الدم اللي في ايديها على هدومهم عشان تلصق بيهم تهمة قتل الملك. ان كله نام طبعا برضو ما عدا ليدي ماكبس وماكبس. تاني يوم الصبح جه بعض اللوردات عشان ياخدوا الملك ويمشوا، خاصة ماكدوف اللي هو كان المقرب من الملك، واول ما طلع واكتشف الجريمة الشنعاء صرخ صرخة شديدة وقال إن الملك اتقتل والرعب. وطبعا تظاهرت ليدي ماكبس بالرعب وبالخوف لدرجة إنها عملت إنها أغمى عليها وزي ما قدرتش تسمع الخبر. ولاد دانكن أول ما سمعوا خبر قتل أبوهم هربوا، مالكوم ودونبلين. طبعا مالكوم هرب من إنجلترا ودونبلين إلى أيرلندا. هو مالكوم ده اللي كان المفروض إنه يمسك العرش بعد موت أبيه، فكده مفيش حد ولي العهد، فالطريق فاضل لمين؟ مين أقرب واحد للملك في قرابة؟ هو ماكبس. فعلا بيتوجه ماكبس ملك على اسكتلندا، وبكده بتتحقق نبوءة الساحرات بالنسبة لماكبس. بس في نبوءة تانية خاصة طبعا للقائد بانكو وإن ولاده هيبقوا. النبوءة اللي اتحققت ما يعرفهاش غير تلاتة، ماكبس وامراته وبانكو. خاف من بانكو وخاف كمان إن ولاده يتولوا الحكم، قرر ان هو يتخلص من بانكو وابنه. هو ليه ابن واحد اسمه فليانس، واستأجر 2 عشان يقتلوا بانكو ابنه وهم راجعين. هو كان عازمهم على مأدبة عنده في القصر بعد ما بقى ملك. مكبس بالفعل هو ومراته عزموا كل اللوردات لحضور الحفل، كان عزم برضو بانكو فليانس عشان تكمل الخدعة،
واتفاجئ ان مش موجود ماجدوف، لان ماجدوف ما كانش مصدق ان الحراس هم اللي قتلوا الملك دانكن، خاصة ان ماكبس في ثورة غضب وافتعال للغضب قتل الحراس على اساس بينتقم للملك، وطبعا ده ما اقنعش ماجدوف فهرب الى انجلترا عشان هيقابل ملكه. المهم في اثناء حفل العشاء كان المقعد المخصص لبانكو خالي، لكن الغريب ان ماكبس شاف شبح بانكو قاعد عليه. بالفعل كان الاتنين اللي اجرهم ماكبس قدروا يقتلوا بانكو، ولكن قدر يهرب فليانس ابنه، وابتدى ماكبس يكلم الشبح الموجود، وكأن الشبح بيقوله انت قتلتني ليه؟ شبح بانكو هو بيكلمه انه يحاول يدافع عن نفسه، واللوردات المعزومة مندهشة ان هو بيكلم كرسي فاضي. فزوجة ماكبس او ليدي ماكبس اعتذرت للناس وقالت لهم معلش الملك تعبان، هنأجل المأدبة لوقت تاني وتصبحوا على خير. ماكبس ما كانش بينام ودايما حاسس ان في قلق حواليه، وليدي ماكبس ما ننساش ان هي كانت ايديها ملوثة بالدم، وهو كان ايديه ملوثة بالدم، وساعتها قالت له ان قليل من الماء يغسل هذه الدماء، ولها لو كل محيطات العالم مش هتغسل هذا الدم. وفعلا بعد كده احنا هنعرف ان بيجي لها حالة نفسية ليدي ماكبس، بتشوف دايما الدم في ايديها مهما تغسل. المهم ماكبس بيقرر يروح للساحرات ويسألهم عن مصيره ايه او مستقبله ايه، قد ما هم عارفين كل حاجة وعارفين النبوءات. قبل ما يوصل الساحرات برضو بيجهزوا لمقابلته، وخاصة ان هم اتقابلوا مع كبيرة الساحرات وابتدوا يعملوا طقوس مرعبة، وقدامهم قدر على نار شديدة وبيحطوا فيه اشياء غريبة وبيقولوا تعاويذ كلها تعاويذ دموية، وبيجهزوا نفسهم لما يجي ماكبس هيشربوه من هذا. طبعا لما جه شجعوه على قتل ماكدوف اللي هو لورد فايف او مقاطعة فايف، واتنبأت له ان هو مش هيهزم ابدا الا اذا تحركت غابة برنام من مكانها، واتجهت نحو جبل دانسن. طبعا جبل دانسن دوت في القلعة الجديدة بتاعت ماكبس. ماكبس فرح بهذا الامر، خاصة ان قالوا له انه مش هيقتلوا اي حد خرج من رحم امرأة، واللي قالوا الكلام دوت مش السحرات في حد ذاتهم، ولكن ثلاث اشباح طلعوا، واحد على شكل طفل متوج، واحد تاني على شكل طفل دموي، والتالت على شكل شبح بانكو، وقدامه 8 اشباح على شكل ملوك. ماكبس اعتقد ان الصور ديت هي سلالة بانكو اللي هيورثه عرش، عشان كده ماكبس ازداد تعاسة وشقاء، لكن افكاره بقت في الوقت ده دموية، وقال خلاص الدم بيجلب دم، وقرر ساعتها ان هو يقتل ماكدوف. اول ما وصل ماكبس القصر بعد مقابلة الساحرات عرف ان ماكدوف هرب لانجلترا عشان انضم للجيش اللي بيجهزه مالكوم بمساعدة ملك انجلترا عشان يحارب ماكبس. فغاضب جدا ماكبس وقرر ان هو يبعت ناس للقلعة بتاعته، خاصة ان ماكدوف كان سايب مراته وابنائه ويقتلهم، وفعلا بعت جنوده وعملوا مذبحة في هذا القصر. انجلترا في الوقت ده كانت مكان لمقابلة ماكدوف مع مالكوم، وحصل حوار بينهم كان بيتأكد منه مالكوم ان ماكدوف مش مزقوق عليه من ماكبس، وان هو فعلا انسان وطني. مع الوقت ماكبس بقى مكروه من كل اهل اسكتلندا، وشايفين فيه مثال دموي للقتل والغدر. الحالة النفسية لليدي ماكبس بتزداد، وما بينفعش الاطباء معاها، وبتنتحر وبترمي نفسها من فوق القلعة في النهاية. طبعا ماكبس بقى وحيد في القصر، ما بينامش، ما عندوش غير اليأس والرغبة في الموت، لكن بيمني نفسه بكلام الساحرات ان هو مش هيهزم ابدا الا اذا اتحركت غابة برنام وطلعت ناحية القصر بتاعه. لكن اتفاجئ ان في احد الحراس جاله بيجري وبيقول له جلالة الملك انا شفت الغابة بتتحرك وجاية ناحية القلعة. قال له ازاي ده يحصل وفيك ايه الكلام ده؟ ما صدقوش طبعا، لكن لما بص فعلا لقى الغابة بتتحرك. هو كان الحكاية ان الجيش بتاع مالكوم امر مالكوم كل جندي في الجيش بتاعه انه يقطع فرع من فروع الشجر ويحطه قدامه هو ماشي، وده عشان التمويه، وعشان ماكبس ما يعرفش العدد الحقيقي لجيش مالكوم. وكده الغابة اتحركت، ولما شاف ماكبس عدوه ماكدوف ساعة المعركة حاشا انه يقتله، عاوز يتراجع قدامه، لكن ماكدوف شافه ودعاه للمبارزة. وهنعرفين ان ماكبس هو اللي قتل عيلة ماكدوف كلها.
ماكدوف قعد يسبه ويلعنه باعتباره قاتل زوجته وأولاده وكل أفراد عيلته. رد عليه وادعى إن هو مسحور، وإن هو مسحور بمعنى إن هو عنده تعويذة من السحر ومحدش يقدر يقرب له، وإن هو محفوظ بالسحر ده. لكن قال له تخلى عن السحر وعن النبوءات الشريرة ديت وتعالى نتبارز راجل لراجل. لكن ماكبس ما تقدمش وقعد يسب ويلعن في السحر والساحرات ونبوءات وكل الأشياء الخادعة ديت اللي هي خلته وصل لهذا الموقف. وقال أنا مش هقتل ماكدوف ومش هقتله. لكن ماكدوف قال له لأ، وأنا مش هسيبك حتى إنك تعيش ذليل. طبعا ماكبس تذل وهوان ليه، خاصة لو وقع في أسر أعدائه، فطلع سيفه وابتدى مبارزة عنيفة مع عدوه ماكدوف، وانتهى الصراع بمقتل ماكبس. وعاوزين نقول إن النبوءة التانية اللي هي لن يقتلوا أحد خرج من رحم امرأة، إن ماكدوف ما اتولدش ولادة طبيعية وإنما كانت ولادة قيصرية، عشان كده مش كانش إن النبوءة تنطبق عليه. طبعا مالكم استعاد العرش وفرح كل النبلاء بنهاية الطاغية ماكبس. أتمنى يكون الشرح وفيه تلخيص لهذه المسرحية الجميلة. ما تنسوش زي ما قلنا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والمشاركة والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.